لا ما كان موجود. كل متابعينا في اليوم السابع من داخل مدرسة بيج رامي الثانوية، حبينا نبدأ من هنا لأن الدراسة وتواجده هنا في المدرسة أداله انطلاقة. ازي حضرتك؟ الحمد لله تمام. الحمد لله تمام. استاذ طارق السباعي عمه. تمام يا باشا. عم قول لي بقى الفرحه جت ازاي بقى؟ لا الفرحه دي لا تنسى، الفرحه دي نفس الميعاد السنه اللي فاتت، نفس الميعاد السنه اللي فاتت برضو الحمد لله صلينا الفجر والنتيجه ظهرت. فالحمد لله، الحمد لله رب العالمين. كنا حاسين احساس ان شاء الله باذن الله ان ربنا هيكرم رامي نفس الاحتفال ونفس اللي حصل السنه اللي فاتت بعد صلاه الفجر. كان عندنا احساس لكل اللي موجودين، والحمد لله الحمد لله الحمد لله ان ربنا وفقه وخد مركز ثاني، وده فخر لنا كمحافظه كفر الشيخ ومصر والوطن العربي. تمام. قول لي بقى تابعت المباراة ازاي وانت عمه يعني وبتتابع رامي، واخر مرة تواصلت معاه امتى؟ احنا متواصلين معاه قبل البطولة حوالي يعني حوالي اسبوع باسبوع. من ضمن الجمل الشهيرة بتاعته ان الشتاء جاي، الشتاء قادم، الشتاء قادم. تمام تمام. اه ودي احتفلنا بيها برضه واحنا في اعلان النتيجة. ما لنا مفيش حر، الشتاء قادم. دي برضو قال على المسرح الشتاء قادم، هذا للجمهور الموجود بيتابعه زي ما يكون عنده احساس وعنده ثقه. تمام. عنده ثقه ان شاء الله، والحمد لله ربنا يعني استجاب وربنا وفقه، ودعاء المصريين ودعاء والدته ودعاء المقربين. فهو الحمد لله هو انسان طيب جدا وانسان يستاهل كل خير، وطبعا هو بيهدي الفوز لكل المصريين وكل العرب وكل العالم الاسلامي. ففرحتنا بيه لا توصف، فرحتنا بيه لا توصف. احكي لي عن بيج رامي. بيج رامي شاب جميل من صغره، ويعني بسم الله ما شاء الله كان يعني عنده خير، كان بيساعد الناس وهو صغير. تمام. وهو بدا البدايه العاديه اللي هو المهنه بتاعت والده اللي هو صياد. تمام. وبدا في جيم عندنا هنا في الرحيل، وبعد كده اشتغل بالمهنه بتاعته، سافر الكويت وكمل اشتغل كصياد. وكمل شغله في الكويت برضه، واللعبه اللي هو بيحبها تابع اللعبه اللي هو بيحبها، كمل هناك في الكويت في جيمات هناك. وبعد كده بدا يعني الحمد لله ان هو يذهب من مرحله لمرحله، لما الحمد لله ربنا كرمه هناك في الكويت وطلع برضه، بس طبعا ما وقفش في المراكز الاولى. فالمهم هو بدا انا اروح مصر يعني كان متوقع مثلا الخدمه تبقى ليه، لا ده هو لقى الخدمه في مصر والجيمات في مصر والمساعده في مصر احسن من الكويت كتير. دي نفعته وخلاته يطلع من مصر، خد مركز اول السنه اللي فاتت. تمام. هو طبعا بيلعب باسم مصر من اولها ورفض اي جنسيه ثانيه ان هو يطلع باسمها، بس طبعا عشان كان بيطلع من الكويت كان في يعني نوع من الايه؟ من التحفظ شويه كده بالنسبه لل، بس هو اما طبعا اما جه هنا مصر وطلع من مصر. يعني هو جه من مصر وافضل حاجه يعني فعلا تحسب له ان هو رفض ان هو يمثل طبعا اي جنس طبعا بس هو الفرق ان هو كان هناك اما جه مصر اول ما اشتغل في مصر بسم الله ما شاء الله ربنا كرمه خد مركز اول. بالظبط. اول ما اشتغل في مصر خد مركز اول، والسنه دي الحمد لله برده كان معاه فريق كويس برده، كان يعني اول سنه تحصل ان رامي عمل نوع من الشعبيه لعبه كمال الاجسام. يعني لعبه كمال الاجسام كانت اندثرت شويه عندنا في مصر، لا السنه دي في فريق في مصر اربعه كانوا موجودين النهارده على المسرح في مصر اولمبيا، اربع مصريين. تمام. فهو الحمد لله هو رامي عمل يعني نوع من الطفره بالنسبه للشباب وبالنسبه للناس اللي هي اللي بتحب اللعبه، لان اللعبه دي طبعا اصبحت بسبب رامي. يعني بسبب رامي اصبحت لعبه شعبيه في مصر بسبب رامي. تمام. تعال كده مع بعض كده نتجول في مدرسه، دي المدرسه اللي خرج منها رامي يعني.
اللي تصلح يقول اللي تتب مني ما ينفعش بشوي هتصل عليها لما وقف التصوير حد بتصل عليه حاضر لو سمحت وقف التصوير حاضر حاضر طب طالبه كل متابعينا في اليوم السابع بنتابع مع حضراتكم كل متابعينا في اليوم السابع بنتابع من هنا من المدرسة هنا هو دي المدرسة اللي فيها أنشأ فيها بيج رامي أو كان هنا بيج رامي وتخرج منها تعرف حضرتك أستاذ أيوب حمادة مدرس رياضيات مدرسة برج برج الثانوية قول لي بقى ايه اللي إيه يعني شعورك ايه انا ضياء تعال امسك انا بمجرد ان انا عرفت ان رامي السبيعي اخذ بطوله العالم كنت سعيد جدا ومبسوط جدا ان هو اخذ البطوله دي رامي السبيعي كان موجود عندنا في المدرسه هنا طالب عندنا في المدرسه واحنا اتشرفنا بان هو بطل عالم واحنا سعداء جدا ان هو كان بطل عالم انا اطلع بره قول لي بقى احكي لي عن علاقتك ببيج رامي علاقتي ببيج رامي مش من النهارده يعني انا علاقتي ببيج رامي ديت من زمان جدا يعني انا من هو كان في اولى اعدادي يعني انا اول اتعرفت على رامي جرامي كان من اول اعدادي وكمان باضافه على كده ان انا كنت اعرف اسرته كلها بقى قبل كده ان له اخوه اسمه الدكتور عبد الله كان برضه كان متابع معايا وكان بيدرس معايا هنا تمام بالاضافه كده كان كل الاسره برضه صغير وكبير كان بيتابع معايا انا كان مدرس رياضيات يعني تمام اعرفه كويس جدا على القرب يعني تمام واعرف الحاج والدي تمام رحمه رامي ما كانش بالنسبه لي كان مجرد طالب كان صديق لانه رامي كان بيتميز باخلاقه العاليه واخلاقه ما اتغيرتش هو بيج رامي الوقت اللي كان فيه طلب عندنا هو اخلاقه اللي موجود عليه حاليا ما اتغيرش يعني الفوز ما غيروش والعالميه ما غيرتوش هو بيج رامي مفيش فرق لا ما فرقتش مع رامي حاجه يعني شعوركم انتوا كمدرسين لما يكون بيج رامي طلع من المدرسه هنا ده شيء بيرفع من قدرنا كمدرسين ومن قدر مدرستنا ومن قدر برج البلوص العظيمه دي اللي مش بس يعني كانت شرفت ببيج رامي طلعت ناس كتيره جدا مهندسين ودكاتره وعلماء وكده فبيج رامي من الناس اللي هم رفعت راسنا وبنتشرف بيهم احنا سعداء جدا بان واحد زي بيج رامي كده يطلع من وسط يعني شكرا 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 حبيبي شكرا لحضرتك كل متابعينا في اليوم السابع من داخل مدرسة برج البرولوس اللي اتخرج منها بيج رامي ويعبر أساتذته وقرايبه عن فرحتهم بفوزه للمرة الثانية بأولمبيا مستر بالمرة الثانية على التوالي في المسابقة الجميلة تقول ايه البيج رامي؟ اقول له الف مبروك ودايما ان شاء الله كده في تفوق مستمر ونجاح مستمر واحنا احنا احنا مبسوطين جدا بالمره الثانيه بس احنا مش هننبسط اكتر الا لما نجيب الثالثه لازم الثالثه ايوه الثالثه دي احنا مش مستنيين عنها احنا مستنيينها ان شاء الله باذن اول واحد هكون سعيد بان رامي السبيعي ياخد الثالثه ان شاء الله باذن الله حبيبي بيج رامي حبيبي اعرفك كويس جدا 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 من احب الناس لقلبي والله حتى لو انسال من هو ايوب حماده الاجابه حضرتك هتعرفها طبعا هو شرف لينا طبعا ان بيج رامي يبقى مستر اولمبيا للعام الثاني على التوالي ان شاء الله تقول ايه بقى لكل الشباب اقول للشباب كلك يا ريت تحذو حذو بيج رامي وتاخدوا بيج رامي ده قدوه الاستاذ علي سعيد ده بقى اساس التدريس لبيج رامي لانه مدرس التربيه الرياضيه في المدرسه انت درست البيج رامي هو ده الاساس بقى كل سنه وحضرتك احكي لي بقى عن بيج رامي الطالب
اولا انا بتشرف بوجود حضرتك معانا النهارده في الله يحفظك يا رب. الله يرضى عليك، كل سنه وانت طيب وان شاء الله عندي راس سعيد باذن الله. المدرسه طبعا اشرف ان انا اوجدت فيها اكتر من 23 سنه كمدرس تربيه رياضيه، حاليا دلوقتي شغال في التوجيه موجه. الحمد لله المدرسه تعتبر المدرسه الام بالنسبه للمدارس بالنسبه لنا في اداره البنك. نتمنى ان شاء الله باذن الله ان السنه دي تبقى سنه سعيده والطلاب ان شاء الله يبقوا موجودين معانا والعام يستمر ان شاء الله واحنا كلنا في مصلحه الطلبه والطالبات. احكي لي عن بيج رامي الطالب. طبعا بيج رامي ده من الناس اللي يعني القلائل اللي انا يعني الناس كاخلاق وادب واحترام، طالب متميز طول عمره بيحترم مدرسته بيحترم مدرسينه. انا طبعا كنت قريب منه شويه لان انا تربيه رياضيه وهو طول عمره ميوله كانت بتميل للرياضه. طالب من اول ما جه المدرسه هنا وهو طالب مثال الاخلاق والاحترام والادب سواء بالنسبه لزمايله او مدرسينه. كلنا عرفناه وعايدنا عليه ان هو من الناس المميزه. كان له مجال معايا، اتعرفت عليه من اول سنه اولى لما جه المدرسه، لقيته مميز بحب النشاط مقبل عليه. خدته طبعا في الفتره دي واشترك معايا في اكتر من نشاط كان مميز فيه. كان بيشدني له حبه للرياضه وادبه واحساسه ان هو عايز يعني عايز دايما عايز يبقى معاك، يعني عايز يتعرف على كل حاجه، عايز يستفيد من كل حاجه. بيميل حصه دايما كان مواظب عليها، تحس ان هو بيستفيد منك، عايز يعرف كل حاجه. فاضل معانا 3 سنين في المدرسه، اعتقد زي ما قال الاستاذ ايوب طبعا اخويا الفاضل طبعا معايا، انا معايا من 6 سنين. معايا من 6 سنين زي ما قال الاستاذ ايوب اخويا، يعني هو من رامي معايا من اول اعدادي. من اول اولى اعدادي، من اول اولى اعدادي رامي معايا، انا عارفه كويس جدا. بس له التاثير الاكبر في رامي الاستاذ علي. الاستاذ علي ده هو ده مدرس صغير عندنا مدرسه، يعني والحمد لله فضل الله الاول، فضل الله الاول. بس الاستاذ علي ده له تاثير كبير جدا 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 على الطلبه. الحمد لله حقيقي والله. الله يرضى عليك يا استاذ، الله يرضى عليك. الحمد لله وهو يعني مش ناسي ده، و يعني زي ما قالوا سيب الحمد لله احنا بنحبب الطلبه في النشاط، وهو ده برضو وهو فاكرها لنا مش ناسيها لي يعني. لا ده هو الحمد لله علاقات معانا كنت انا والاستاذ ايوب او بقيه الزملاء او جميع اساتذته على اتصال بينا على طول لما بيبقى هنا وهو بيسال علينا واحنا بنروح له وبنشوفه. وطبعا انا فرحانين لنجاحه، لان نجاح رامي ده نجاح لنا كلنا، يعني مش نجاح له لوحده ولكن هو نجاح لنا كلنا كاستاف مدرسين وقياده ومدرسه وكل حاجه. والولد ده الحمد لله هو ما عادش الحمد لله بقى بطل دلوقتي، حتى قبل ما يبقى بطل علاقاتنا فيه ظلت متصله، ما انقطعتش بيه علاقتنا ابدا حتى بعد ما خلص المدرسه وقبل ما يوصل اللي هو اتفقد. كان برضو هو على اتصال بينا دايما ومدرسينه وباصحابه وباصدقائه، يعني ناس كتير بتمشي من المدرسه وعلاقتها بتنقطع، لكن هو ظلت علاقته بينا متصله قبل ما ياخد البطوله وقبل ما يوصل للمستوى اللي هو وصل له ده. وطبعا احنا بنكمل له كل حب واحترام وبنعزه، وطبعا هو مشرفنا واحنا سعداء بيه في كل مكان. ولما بتيجي سيرته هو بيعتبر احنا بنحس ان احنا عملنا حاجه، وهو بنجاحه ده وصل لنا حاجات كتير قوي يعني بصراحه. فاحنا ان شاء الله باذن الله ربنا يبارك له ويكرمه، واحنا سعداء بوجوده، كان وجوده في وسطنا وبنسعد بيه في اي محفل دولي لانه بيشرفنا كلنا، وبنحس ان احنا اللي معاه واحنا اللي في المكان مش لوحده ولكن احنا كلنا معاه. فربنا يوفقه ان شاء الله. احنا لو الظروف كانت متاحه بان احنا نروح مع رامي نشجعه في امريكا كنا نروح، ولكن الظروف نفسها مش مساعده الروح. حقيقي والله الروابط بيننا وبين رامي ما كانتش روابط مجرد مدرس وتلميذ، دي كانت علاقه اب مع ابنه. وهو كان بالنسبه لنا مش مجرد طالب، كان صديق. تحس ان ده كان طالب زي ما احنا كده دلوقتي حاليا، الطلبه بالنسبه لنا داخل المدرسه وبين حضرتك اصدقائنا حبايبنا. يعني اقول لحضرتك حاجه، انا اول النهارده ما دخلت اول يوم في الفصل كنت رحت جبت كيس كراميل وزحته في يعني. اول ما اقول بسم الله الرحمن الرحيم العلاقه دي تفضل مدى الحياه. ما هو العلاقه ما بين الطالب والمدرس صحيح. لما يكون المدرس محبب للطالب أيوة. بينجح حتى في الماده بتاعته. انا معاك والله،
والله النهارده اول ما دخلت على الفصل رحت اجيب كيس توفى كرام الله وقبل اللي صباح الخير يا اولاد وزعنا. العلاقه دي بيننا وبين الطلبه بقى بتستمر. الولد البنت بتتجوز اولادها بيرمروا علينا بتفضل علاقه وطيده. هي بقى العلاقه اللي فضلت دلوقتي بيننا وبين البجرامي واخوه الدكتور عبد الله. ما شاء الله. والله والله العظيم فعلا انا حضرتك لو انت قابلت البجرامي وسالته عن جميع مدرسينه هقول لك بالاسم. انا موثق في الحته دي لان رامي ما اتغيرش. البطوله ما غيرتوش، العالميه ما غيرتوش، ما غيرتوش عن اهله. رامي اصيل اصيل اصيل. وانا متاكد انا بقول كده. عمره في حياته ما يتخلى عن اهله ولا عن مدرسينه. احنا بنحبك يا رامي. واحنا مستنيين الثالثه. مستنيين الثالثه. الاستاذ طارق. الاستاذ طارق عمه طبعا. مستنيين الثالثه ده 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 شعار مدرسته بقى. ان شاء الله احنا قلنا المره اللي فاتت السنه اللي فاتت. قلنا له ان شاء الله هتاخد بوستر اولجا مش السنه دي بس اللي جايه واللي وراها واللي وراها ان شاء الله باذن الله باذن الله ان شاء الله. انت بتطلب انسان طيب زي الخلوق انسان على المستوى الشخصي يعني من صغر سنه وهو يعني مولد نجم ان شاء الله يعني هو من صغره طبعا جيران قريب معاشين رامي من وهو لسه في الاعدادي في الابتدائي يعني لما استاذ ايوب طبعا كان مدرس بالنسبه له قسم مدرس رياضه تمام فهو يعني استاذ ايوب طبعا من بلد جنبنا بس طبعا العلاقه كانت برضو ايه بينه وبين الطلبه يعني كنا في المدرسه هنا زمان وكنا مع بعض علاقه كويسه طيبه يعني فهو من شهاده مدرسينه ان هو خلوق طول عمره وان شاء الله بعون ربنا ربنا هيكرمه في الايام اللي جايه ان شاء الله في السنين اللي جايه برضه واحساسنا كده ان هو ان شاء الله برضه هيفضل متالق ان شاء الله باذن الله ان شاء الله باذن الله هو نجم وظهوره على المسرح حتى يعني حاجه حلوه كده حاجه طعمه كده على المسرح كده حاجه تفرح حاجه تفرح احنا كنا حاسين بالفرحه دي على فكره احلى احلى حاجه الانتصار بتاع رامي النهارده ان مرتبط بانتصار اكتوبر بانتصار اكتوبر انتصارك يا رامي وانتصار اكتوبر حاجه واحده مع بدايه اول يوم دراسي بالظبط والنهارده فعلا اول يوم دراسي في محافظه كفر الشيخ في فرحه 6 اكتوبر فرحه ورامي كمل الفرحه دي بحصول على الايه على مستر رامي حبيبي رامي اتمنى لك كل خير والتفوق وبرضه مش متزنين على الثالثة حبيبك استاذ ايوب حبيبك رامي كل متابعينا في اليوم السابع زي ما حضراتكم من امام وداخل مدرسه البرولس الثانوية الزراعية الثانوية آسف برج البرولس الثانوية المشتركة دي مدرسة بجرامي من داخلها ومن خارجها طلعنا مع أساتذته وقرايبه ألف مبروك لحضراتكم وإن شاء الله إن شاء الله بالثالثة بإذن الله كل متابعي السنة الجاية أستاذ حضرتك أستاذ محمد سليمان أستاذ محمد سليمان مستنينك السنة الجاية ونبارك كلنا الرامي إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله حضرتك بنتبشر فيك طبعا لأن برضو السنة اللي فاتت كنت أنت من أوائل الناس برضو قبل النتيجة ما تظهر كنت معانا بالظبط بالظبط بعد النتيجة ما ظهرت إحنا حاسين برضو يعني حتى الأستاذ محمد بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك فيه يعني تسلم حبيبي بنتبشر بيه بالنسبة خلاص محمد راجل بشر إن شاء الله أنت معانا برضو وفي الاستقبال إن شاء الله ان شاء الله باذن الله هنعرفك حضرتك لما يتم استقبال بجرامي في المطار ان شاء الله محمد لو احنا جينا نقيس لو في عندك جهاز بيقيس السعاده كانت تزيد عن اقول لك يعني 100% لا انا عندي 1000% وكذلك مستر لا بس حلوه دي لو في جهاز يقيس السعاده ايوه جهاز يقيس السعاده كان ممكن المؤشر بتاعه يضرب من كتر سعادتنا والله هيعدي 100% شكرا لحضرتك كل متابعينا في اليوم السابع من داخل وخارج مدرسة برج البروس الثانوية المشتركة مدرسة بجرام اللي طلع منها وانطلق كان معكم محمد سليمان مدير مكتب اليوم السابع بكفر الشيخ شكرا لحضراتكم